هند رستم ممثلة مصرية معروفة طبعا، اسمها الحقيقي هند حسين محمد باشا رستم، كان والدها ضابط في الشرطة، ولدت من أب لأصول شرقسية وأم مصرية. توفيت هند رستم عن 79 سنة بسبب سكتة قلبية، سموها مارلين مونرو الشرق، دي طبعا مارلين مونرو حقيقية، وكانت مصابة بالوسواس القهري، ودي صورة بيد فنان بالألوان الحديثة. مثلت في غزل للبنات ككومارس، وكان زوجها الأول حسن رضا المخرج، وخلفت منه بسنت، ودي بسنت في فرحها، تحس إن هما شقيقتين مش واحدة ووالدتها، ودي بسنت لما كبرت، ودي أحدى الصور لبسنت. وهنا اتجوزت بعد كده الدكتور محمد فياض، ودي آخر صور ليها، الله يرحمها، كانت تحب لقب مدام فياض.